إما تغسل لك حوايجك ستوني سكلار. هذا الأمور تحبوا والديكم. أنت تخرج مع بنت الناس. ديال سطوالي الباطوار ضرب مليون شوا. حثور رجليها في الطرقان. تلقى إن فيدة تاع الزنق ما تعرفهاش مين با. الباتيو تيليزي تضرب عليها مليون شوا. وإما تاكل الرشدة في الدار ضرب المقارون. ما عاد تجيو تقولوا لنا والله غير حب الوالدين. حب الوالدين. تحب والديك. لو كان تحب والديك تقدرش تاكل أنت يا شوا في الدار وتخلي يمك ضرب بركوكس. غسلوا لكم حوايجكم. 36 40 طون يا ربك. يماك تاع 60 سنه 65 سنه تغسل ولي برادي ياولك اكثر من اليدين اكثر من لي برادي. علاش انت تغسل حوايجك؟ لو كان جيتو تحبوا مالكم شفتوا مالكم تعبون تالي طيب ليماك. نورمالمون تا طيب العشاء ليماك تخليها في الدار كي ودي لها كل شهر تقطع لها ضفارتيها دير لها بيديكير. فوالا تماصي لها رجليها قولها نقي لك ضفارتك يا يما العزيزه. انا شفنا مالكم ضفارتيهم كاع ولاو شغل دي زوفر بوا. تلقى باباه يسقي له عمي الحاج عنده بورسيون شري طوموبيل مدران تاع باباه وباباه رجليه ضفارتيه اوفر بوا. نقي له ضفارتي قطع له ضفارتي البابا. اذا تحب بابك ولا تحب يمك تحب يمك ادي لها دير لها بيديكو ديال السيشوار ولا ديال الحمام. شوف لها كاش ماسوز وحده تدلك لها ظهرها وتدلك لها كتافها. 60 سنه تخلي هذه يطيحوا كاع كتافها في العجين باش انت تاكل بحاجب ومع تضرب لها الحارين يا اخو. الجي شاب ضربت لها واحد محجوبه طيبتها العجوز عجوز روح ضرب رب المحاجب بالداك حياتها كامل في لاميزير وتزيد طيب لك المحاجب على جدو 45 في عمر. ما تقولوا ناسي دلامور هذا سي تناطاشمو ماشي حب الوالدين يكذب عليك. انا شفناكم ماتوا ماليكم ضربتوا بدات الفريضه والشواقر بداو على الكراجات وعلى التراب على لي زابارتمون اللي خلى باباك بتحقر في اختك. تحب والديك لو كان تحب والديك تهلا في اختك تلقاه 40 سنه يحقر اختو.